الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عيروا لي خمس دقائق، كان يقول الشيخ راتب النابلسي الله يجزاك خير، لا تسلم مرة تليفون ولا شيخ مقرفون. من الحجمون؟ لا لا لا، أنا الحمد لله عندي، لأني بطلع الفضائيات فعندي يعني قدرة على الانضباط بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبابنا، أريد أن أتكلم اليوم، وهذه الكلمة إن شاء الله ستكون في صحيفة والدتنا أم محمد رحمها الله، أنسها الله. أريد أن أتكلم عن ناحية من نواحي الموت، كيف نشبه الموت في حقيقته بالنسبة للحياة الدنيا. هل استعدادنا للموت يعني ألا نستمتع بهذه الحياة؟ هذا سؤال يسأله كثير من الناس. علماؤنا اللي تربينا على أيديهم شرحوا لنا هذه الزاوية، قالوا مثل المؤمن في تعامله مع الموت، ومثل الكافر أو الغافل عن الله سبحانه وتعالى في تعامله مع الموت مثل رجلين استأجرا بيتا. أكثرنا اليوم مستأجر بيت، العقد في البيت مثلا لمدة 10 سنوات. أخي نحن أجرناك هذا البيت مدة 10 سنوات، البيت حلو في رجنينة وله حديقة وله تحت وفوق وطابق ثاني، شغلة مرتبة. فالمؤمن مثل المؤمن أنه يستمتع بهذا البيت، لكن خلال 10 سنوات، 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60، 70، ما في منه، خلال فترة العقد يستعد للخروج من هذا البيت بأن يبني بيتا آخر. لاحظت معي؟ يستعد للخروج من هذا البيت، هو يعلم أن هذا البيت بيت أجرة، وأن بقاؤه فيه مؤقت، ليس خالدا في هذا البيت. ف يحوش من هالمصاري وبيبني بمكان آخر، يحوش وبيبني، يحوش وبيبني. عندما تنتهي فترة الأجرة يطرق صاحب الدار باب هذا الإنسان، أخي العقد انتهى، الله يعطيك العافية وأنا جاهز، تكرم عيونك، هي سلمناك البيت، وينتقل فورا إلى البيت الذي بناه. الكافر أو وبتلو الغافل عن الله سبحانه وتعالى، عندما يأتيه صاحب البيت يقول له نريد البيت، وين بدك شنطتنا؟ وين بدنا نروح نحن أخي؟ نحن إذا طلعنا من هذا البيت وين بدنا؟ أي مكان بده يسعنا؟ ما أنا مستعدين. لاحظنا الفكرة. فالإنسان المؤمن يعيش في هذه الدنيا فترة محدودة. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، ما في استثناء، ورأس رب العالمين انتقل إلى العمل الصالح، قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. استعدادنا اليوم للقاء الله، استعدادنا اليوم سواء كنا مذكرين أو مذكرين. أنا لما أذكر الآن أو أخونا الشيخ خالد الله يحفظه أو إخواننا المشايخ يذكرون أنفسهم أولا، كلنا ذاك الرجل، يعني كلنا بحاجة إلى تذكير من عند الجرب انتبهنا. فنحن نبني هذه الدنيا دار عمل، وتلك الدار الأخرى دار إقامة، دار استقرار. عندما يأتي ملك الموت وأنت صنعت لك صدقات جارية، حفظت القرآن، أقرأت القرآن، ما عندك قدرة تحفظ ولا تقرأ ولا تقرأ، تساهم في بناء معاهد القرآن الكريم. مرة واحد قال لك يا أخي نحن والله ما عندنا وقت، واحد رجل يعني زارني قال لي ما عندنا وقت حتى يمكن أكثر من الفرائض نأديها. قلت له بإمكانك تساوي شغلة تانية. الناس اللي تفرغت للدعوة وللعمل خاصة بالغربة تحملها. يعني نحن ممكن واحد يقول أنا بحمل مثلا عيلة، بحمل حلقة، بحمل وهكذا. فهذا العمل أيها السادة عندما نخرج من هذه الدنيا نلقاه عند الله
سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن بنى وعمل وأسس حتى نرى ونتذوق ثمرة أعمالنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم من كان اجتماعنا بسببها وعلى نيتها والدتنا أم محمد. أنا كل ما أقول أم محمد هيك بتأثر، لأنه أنا والدتي أم محمد الله يرحمها. آنسها الله، غفر الله، عوضها الله الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها، وألهم آلاء الصبر والصلوان. أحسن الله عزاءكم آل الزين، وغفر لميتتكم، لوالدتكم، للأحفاد نقول لجدتكم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله، إنا لله، وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا الحمد لله.